يا رب تجيني في القمة اصلا حاجات بنقصص الحاجات بتبص فوت على مع اي كده اي حقيقي فكرة بس حلو بس بلاش تسمع صوت بلشت اوكي جا اطلع بليز لبرا تحطيني لانه اجواء مش بلشنا فيها سيلانس بليز 5 4 3 2 1 توب كيف تصير شخصا غريب في دقيقة؟ ما عجبني انه رجعنا على الورقة كيف تصير شخصا غريب بدقيقة يعني قلت لي بدك تصير شخص غريب مثلا هاي صار نقص يعني صار ماينس يعني بتنقص ما بتقدم ما بتنقص يعني فيني اكل بلا ما اقول هلا كمان يا ريت ما نكون بالاكل يعني شيء بتشمه شيء بتحطه شيء يعني شيء بترشه بارفان يعني اي شيء لانسز قطره لانه اوريدي مرقنا مرقت هي بال بالاكل اوكي هلا انت عندك شيء غريب بتعمله انت يعني قدرات غريبه بتعملها بس مهضوم انه بدل ما تعيط لامك كان المفروض شي وحده تلعب دور الام هي وفاتي تصرخ صوت شو صار لك وهي بتفتح الورقه كيف تصبح لك شو اخذت تتبزع فيها يعني او حلو حلو اذا شي هي بتقرا رشدتها يعني هي حلو تاخذها هي وتصير لا 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 هي اللي بتقرا الشغله بتبين لكم يعني كيف حلو هيدي العمي معه يلا لا ما 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 في تعري يعني يبقى النقطه دي حلو فهمت يعني حبيت النقطه لا لا ان اللي طلعتوا من هاي يعني ما فرجيه فكره يعني فرجيه إيه؟ بالحركات يعني ما فيني ارجع اشوفه للمشهد لا بس ما في زي سؤال انت بس تطلع بالشخص شو بتشوفه مثلا هيك شرط يعني فيك انت تطلع مش ممكن مثل ما حال العالم تطلع عنده سؤال انا ادرى بعدي لا بتطلع بكون عم فكر شو ممكن يعمل يعني يعني بتطلع بصير يعني خيال مشهد يعني انه عم تفكر بشيء بس فكر ايه؟ مع خلينا مو رح بدك بلش انت زي ما انا بتطلع وبكون عم فكر نفس الوقت مش انا
مش انت ايه؟ مش انا اللي حاكم شغلك. هو انا اللي كاتب لا فتحي. اه مش حاطينه تحت. دايما بتكون عم بتطلع بالشخص وعم بتخيل صوره او شيء او شو المشهد اللي ممكن يكون. ليش غريب شكلي؟ ببين علي انه عم بتطلع وعم بفكر. ببين عليك في عمق في ابعاد يعني في شيء عم بتطلع عم ما بعرف عم تندحي ولا